طبعا هناك محاولات عديدة حاليا للمنافسة على قضية مجالس المحافظات أولا، نعم لأنه أهمية مجالس المحافظات تأتي بأنه كل حزب وكل تحالف يعرف مدى قدرته للانتخابات القادمة، ويعرف مدى شعبيته أيضا والأصوات الذي حصل عليها في المحافظات. ولهذا أتصور هناك تقارب بين الكثير من الكتل مثل تيار الحكمة والسيد العبادي، ولكن أتصور أن الفرقتين سوف يكون له قرار آخر، وأن قوة الفرقتين أكيد هي من قوة رئيس الوزراء. وفي نفس الوقت فأتصور أن تجربة المحافظات سوف تكون، أو هناك تحالفات جديدة سوف تخرج بعد قضية الانتصارات الموجودة في مجالس المحافظات، وكيفية النسب التي حصل عليها القوى المختلفة الشيعية، إذا كان السيد المالكي أو الفراتين أو القوى الأخرى التي تتحالف في تشكيل تحالف أكبر للانتخابات القادمة.